فترة الأجازة دي يعني تركات التابعة لشركة مزدانة. تابعة لمن مزدانة دي؟ مزدانة دي تابعة لعبد الحليم المتعافي. كان وزير ولا شنو عبد الدار المتعافي؟ كان وزير للزراعة سابقا. عنده كم مشروع هنا في أجدي؟ والله بالنسبة كميات كبيرة ولا بسيطة يعني؟ مشاريع دي ما عندنا لا حصر كده. لازم تحصلوا عليها المشاريع دي يا جماعة عشان احنا نقدر نعرف عندكم مشروع وعندكم والعربة دي تابعة شنو؟ العربة دي الحكومية؟ لوحات حكومية. دي لوحات حكومية قاعدة هنا؟ لوحات حكومية ايوه. تابعة لمن اللوحات الحكومية؟ والله ما وزارة الزراعة. دي وزارة الزراعة يا جماعة. شوفوا وزارة الزراعة مهملة كيف وعرباتها واقفة في مشغلة يعني مشغلة لنفسه. هو مشغل نفسه الوزير ذاته وقاعد هنا في معاه. هذه لا يا معا دي العربات عربات حكومية تقاعد لاسه كذا لاسه مسؤولين على الوضع لسه خاطين ال كل الحاجات عندهم أتكلم أنت راس المقاومة. بسم الله الحمد لله باسم الثورة السودانية أصل الدين يوسف لجام مقاومة دقدي. أصل أنا هنا في شركة المزدانة هي شركة تابعة للسيد عبد الحليم المتعافي كان وزير الزراعة سابقا. فأنا هذه الممتلكات طبعا له في عربات وجرارات واقفة. العربات دي كنت حقت تابعة لوزارة الزراعة الاتحادية ولا قاعدة هنا لا قاعدة هنا عربات حكومية يعني لحد الآن دي شنو عبد الحليم المتعافي مستولي عليها يعني مشغل العربات الحكومية لنفسه العربات الحكومية والحس يعني عندي استثمارات في الجزيرة والرئاسة الآن في الدمازين يعني عنده في مكتب في الدمازين. طيب عنده تاني هنا في الخارج عنده تاني رئاسة في القلعة الآن عنده مشاريع وزوها بعد الرموز مقام الوطن وزاد طيب داني. عنده في الرأي عنده هنا هناك في الرأي عنده طاير رأس أكبر من دي هناك جنب الرأس العربية الرأس في الولاية أيوه في الدمازين أيوه عنده ورشة تاني هناك كبيرة في الشرق في الناحية الشرقية في الولاية الأزرق الآن عندهم مشروع استثماري في ولاية الجزيرة في محلة الحسيسة أيوه تابع للشركة المزدانة هي شركة استثمارية تجارية ومنحوبة أنها بتنحب حقوق المواطن وتابع للمؤتمر الوطني يعني ده الكوز ده يا جماعة لاسي خدت العربات الحكومية عنده لاسي مشغلة ومعارف لاسي النظام الجديد ده ما استولى على أي حاجة من الكيزان يعني شوف عليك اللي تفرج شوف الوضع ده كيف دي عربات حكومية.